السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع تلمسان لنقف على الأشغال نتاع الإزدواجية نتاع الطريق الوطني رقم 22 واللي في جزئه الواقع في بلدية المنصورة، إذا بولاية تلمسان على امتداد 24 كيلومتر. إذا نخليكم تابعوا الجانب من الأشغال نتاع الإزدواجية تاع الطريق الوطني رقم 22. وهذا امر جيد ومفرح، حيث انه يعني اكدت عده مرات على ضروره الازدواجيه نتاع كل الطرق الوطنيه، والان بديت نسمع انه في يعني كثير من الولايات فيه عمليات على الازدواجيه وتحسين المسارات نتاع هذه الطرق الوطنيه اللي تجعل تقليل من حوادث المرور. اذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول الإزدواجية نتاع الطريق الوطني رقم 22 إذا في ولاية تلمسان وبالضبط في بلدية المنصورة. إذا والسلام عليكم.